قناة إسرائيلية، اتفاق بين السلطة وإسرائيل لتحويل أموال المقاطعة كاملة، المقصة ده الضرائب، اللي بيجمع الضرائب في الضفة هي إسرائيل، وبعدين بتاخد جزء من الضرائب دي تديها للسلطة الفلسطينية عشان تبقى عارف السلطة بتصرف منين. السلطة بتصرف من مخصصات بتدفع لها بعض الدول الأوروبية والعربية، دي طبقا الاتفاقيات مش منا على حد، يعني مفيش حكومة عربية كده بتقوم منا على السلطة، لا هو في اتفاقيات والتزامات دولية، يعني اسمه ايه ده لما بيدفع مش بيدفع عشان هو بيحب فلسطين، لا علشان في قرار دولي بيلزمه انه يدفع، تبقى الامور واضحة. او الفلوس بتاعت الضرائب، جزء من الضرائب اللي بيدفعها الفلسطيني اللي بتلمها اسرائيل بيتبعت منها جزء للسلطة الوطنية الفلسطينية، ودي اسمها اموال المقصة. اسرائيل طبعا ايه احيانا توقفها، احيانا تقول لا طب هنديكوا شوية فلوس للضفة مفيش لغزة، لا مش هنديكوا فلوس خالص اصل انتوا بتدعموا اسر الشهداء او المعتقلين، وهكذا وما بين شد وجذب. ولكن تم الاتفاق زي ما حضرتك شايف على ما بين السلطة واسرائيل لتحويل اموال المقصة كاملة، مش اي حاجة تانية. طيب نروح لياسر الزعاترة وتويتر كاتبها على او تعليق كاتبه على منصة اكس لاول مرة. لا ده محمد الهامي ده يا جماعة، احنا المفروض ياسر الزعاترة معانا ولا مش معانا؟ طيب لحد ما تكون معانا. قلت لحضرتك ان اموال المقصة بيتم تحويلها من اسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية، كان مهم ان يفضل في مصدر مالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية ما عندهاش القدرة ان هي تجمع الضرائب من الفلسطينيين في الضفة ولا قطاع غزة، وده مش علشان احداث سياسية او لا، ده هو الاتفاق اللي قامت بناء عليه السلطة الوطنية الفلسطينية، اللي بيتولى جمع الضرائب هي اسرائيل، واسرائيل بعد كده تبعت جزء منها للسلطة الوطنية الفلسطينية. ياسر الزعاترة كاتب الاردني من اصول فلسطينية بيقول لن تصدقوا ان في رام الله هذا المستوى من العار. الخبر ادناه من موقع مؤيد للسلطه، موقع مع. الخبر بيقول ايه على مع؟ بيقول وفقا للقناه 12 الاسرائيليه فان اسرائيل والسلطه الفلسطينيه توصلت الى اتفاق جديد بشان تحويل اموال الضرائب التي تجمعها اسرائيل لصالح السلطه، وبموجب الترتيب الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحده ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب نيابة عن السلطة في قطاع غزة. تأتي التسوية في أعقاب موافقة رئيس السلطة أبو مازن على قبول اقتراح سوليفان بإرسال قائمة المستفيدين من الرواتب، وفي إسرائيل يزعمون أن أعضاء حماس مدرجون أيضا في نفس القائمة وفقا للقناة. وبحسب القناة فإن القيادة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها منذ 2007 حذفت المسؤولين الحكوميين أعضاء حماس من قائمة المستحقين. إذا تم تنفيذ الترتيب الجديد بالفعل فسيتعين على الوزير سموروتيتش القيام بذلك لتحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة التي ستقوم بتحويل دفعات الرواتب إلى غزة. انتهى الخبر. بيعلق الزعاترة ويقول العدو هو من سيحدد لمن تدفع الرواتب. وده ملخص الخبر اللي قالته مع، وهي التابعة أو قريبة من أجهزة الحكم في سلطة رام الله. مين هيدفع الرواتب؟ هتتبعت القوائم بتاعت أسامي الموظفين الموجودين في قطاع غزة، وإسرائيل تشوف مين فيهم يستحق ياخد مرتب. ده الجديد اللي بتبهرنا بيه السلطة الوطنية الفلسطينية، وبتبهر الفلسطينيين أو المواطنين العرب حاملي الجنسيات العربية الأخرى من أصول فلسطينية زي ياسر الزعاتر.